مقابلة الأولى يمكن تكون هاي أنجح بطولة في كأس الخليج من ناحية الجمهورية الجماهير، لأن للأمانة الشعب العراقي يعني بعد 40 سنة متعطش لهاي البطولات ومحب لكرة القدم. لو بتلاحظ حتى في مباريات دوريهم ينملأ الملعب، يعني حتى كنا نتناقش في آخر مباراة في دور نصف النهائي ان للأسف يعني الملعب النهائي ما راح يكون يغطي حق الجماهير، وهاي الشيء المؤسف انه بيكون يعني لو بتحسبه حتى لو يسوون لك ملعب يشيل 200,000، ما اعتقد انه في العراق ما قاعد يغطي حق شنو الجمهور. الحل كابتن؟ مالك الا تدمج ملعبين يا بعض ويمكن بعد يكفي يعني. مع الامانه يعني احنا شفنا المباراه 65,000 متفرج يدخلون، يمكن 75 مثلا الف متفرج، واللي برا يكون اكثر من اللي داخل يعني بالالاف يعني الامانه. فهاي الشيء يحزن على الجمهور اللي ما بيقدر يحضر المباراه، وخصوصا ان في الترتيبات واحنا قلنا انه راح يحصلون اكيد يعني مشاكل في الافتتاح وفي النهائي، يعني من ناحيه الجمهور، الجمهور بيكون غضبان يبي يدخل باي طريقه، يعني خلينا نكون واقعيين، فالامن راح يتعب، المسؤولين في الهني راح يتعبون، بس لكن يعني حالات البطوله بهاي الامور في شيء يصير اخطاء بسيطه تعلمنا في المستقبل يعني للامانه. وكنا نتمنى يعني من حوالي الملعب لو كان في مثلا اشياء حلوه انه يسوون بروجكت كبير يخلون الجمهور يقعد، يعني كان يمكن هاي عامل مساعد يكون للجمهور ويخف غضب ماله، انه بدل ما يدخل الملعب يكون في اجواء الملعب يعني. فنتمنى في الدورات السابقه ان شاء الله. مستشار رئيس الوزراء حاضر ويانا، ونطلب منه يسوون ملعب 250 الف متفرج. طبعا اليوم اكو صوره بالمتداوله بمواقع التواصل انهم مسوين ملعب البصره ست طوابق. طبعا هو بالمناسبه يعني حتى الملاعب اللي بسعه 100,000 والان بدات تقلل تقلل، لانه دراسه جدوى يعني زي الماركانا. ملعب الماركانا تحول من 200 إيه نعم الى 65، يعني هو